صباح الخير شباب. بعد ما اخذنا الاكستند سيرفيس ووصلنا الى الجنرال سوليوشن اللي سوينا انرجي بالانس، واللي قبل الليكتشر هاي تكلمنا على شنو الباوندر كونديشن اللي موجوده. الان راح اخذ تو باوندر كونديشن من ضمن المجموعه واحل التمبرتشر ديستريبيوشن. هذا دائما نسميه جنرال سوليوشن مالتنا. فناخذ الباوندر كونديشن ات اكس ايكوال 0 تيش تقرأ تي نوت، اذا الثيتا اللي تي نوت راح تصير تي نوت راح تصير ثيتا نوت. هذا اول باوندر كونديشن. راح ابدي بشيء سهل. الباوندر كونديشن الثالث راح اخذ ات اكس ايكوال انفينيتي، معناته عندما تكون نسميه هاي فيري لونج فين التي مال الزعنفه تقترب منين من درجه حراره المحيط، فاذا معناتها تصير تي انفينيتي ماينس تي انفينيتي صفر. هذين تو باوندر كونديشن يا المعادله حتى اجي سي 1 وسي 2 بلس سي 1 3 هاي الجنرال سوليوشن. نعوض اول سميته خمسه، نعوض اول باوندري كونديشن نجي اللي هو هذا ات اكس ايكول 0. هسه وياي ات اكس ايكول 0 التي ات اكس ايكول 0 طبعا هذا هنا احنا نريد الثيتا قد الثيتا تصير ثيتا نوت، فاذا المكان هاي شو اكتب ثيتا نوت كتب سي 1 اوكي اي الاكس هنا شنو صار؟ الاكس صفر اي تو ذا صفر، يعني صفر تي ام صفر زائد سي 2 اي تو ذا هذا الماينس انف الاكس صفر ف ماينس صفر. هسه نجي وياك نجي هذا راح شو يصير؟ اي تو ذا باور زيرو جد واحد في سي 1 اذا سي 1 زائد سي 2 في واحد هم سي 2. فاذا من المعادله طلعت عندنا سي 1 يساوي لنا ثيتا نوت، لان هاي ثيتا نوت من هذا الطرف ناقصا سي 2. هاي المعادله بيناتهم سميتها 6. حلو نجي استخدم الباوندر كونديشن الثالث وين عوضه هنا. شو يقول الباوندر كونديشن؟ ات اكس ايكوال انفينيتي تي تقرا تي انفينيتي، انا ما اريد تقريبا شنو؟ يعني معناته الثيتا راح شو تصير؟ صفر. فنجي نعوض فوق هاي الثيتا ايش قد تصير؟ صفر. اوكي سي 1 اي تو ذا هنا ام في الاكس ايش قد؟ انفينيتي بي ام انفينيتي هذا اي تو ذا ماينس انفينيتي خليك فيها اوكي زيرو هنا اي تو ذا انفينيتي هذا نيجاتيف انزل جوا فنزلناه هنا خلينا نشوف اللي صار صار زيرو تو انفينيتي اي كميه على انفينيتي شبيها صفر. حلو فاذا سي هسه مقعد سي 1 سالنا صفر سي 1 اذا سالنا صفر على اي تو ذا انفينيتي شنو؟ صفر. ممتاز اذا لقيت شنو؟ السي 1 عوضه بالمعادله اللي تربط سي 1 وسي 2 اللي هي هاي المعادله سي 1 شبيه زيرو اذا سي 2 شو يساوي لنا؟ ثيتا نوت. عوضنا اذا سي 2 يساوي لنا ثيتا نوت. اذا صار عندي سي 1 وصار عندي ثيتا نوت نعوض وين؟ بالجنرال سوليوشن. عوض السي 1 وعوض السي 2 خلينا نشوف نعوض سي 1 ايش قد؟ زيرو خلينا زيرو زائد سي 2 ايش قد؟ ثيتا نوت عوضنا هذا ايش فيه؟ راح كنسل اوت. اذا الجنرال نقدر نقول هذا اللي صار عندي هذا يسميه التمبرتشر ديستريبيوشن. التمبرتشر ديستريبيوشن مالنا هذا اللي وصلنا له التمبرتشر ديستريبيوشن مالتنا. طبعا الثيتا اذا رجح الاصل هي تي ماينس تي انفينيتي وهاي تي نوت ماينس تي انفينيتي اي تو ذا ماينس الام تتذكرون هو اتش على بي على الكي اي مضروبه في الاكس. هنشوف كاتب هنا نوت نوت ذات، يعني لاحظ انه الاباب اكويجن هاي هي ريبريزنت تمثل التمبرتشر ديستريبيوشن اوكي This temperature distribution was obtained حصلناها باستخدام الباوندر كونديشن الاول والباوندر كونديشن صح صحيح. Therefore the temperature distribution دير بالك therefore لذلك التمبرتشر will be different راح تكون مختلفة if we use different boundary condition وهذا راح نشوفه بالمحاضرات الجاية. إذا استخدمت غير ذا الباوندر كونديشن السوليوشن يطلع يختلف. الأباب كويجن زين هاي جديدة هاي نقدر نمثل لكم إياها من بالرسم. هذا من نرسم التمبرشر ديستريبيوشن انه تي فاكشن ان للاكس ويطول الزانف راح شو يصير؟ ات اكس زيرو ايش يطلع لك؟ تي نوت. وات اكس يقترب للانفينيتي ايش فيه؟ تصير قريبه ان هذا شكل التمبرشر ديستريبيوشن. طبعا هاي الملزمه اللي انا منزلتكم اياها تختلف عن الملازم مال العام شوي سويت فيها ليتل بيت ابديت. اوكي ثانك يو سو ماتش اند ويل ميت يو نكست لكتشر ان شاء الله. Have a good day. Not to stop the recording. Stop recording.